أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، إخواني في الله، أخواتي في الله أيضا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال إلهي بأم حضلة تبارك وتعالى وحان إن شاء الله تبارك وتعالى أنا كبلا لنصنع هاي عاوة أم بقلبتني بصا عد أوجوه وحان كبلا لنصنع هاي إن شاء الله تبارك وتعالى إن أنكهد الله موضوع ير أو كهوبا أو كسابسا إسبد الكا سنة كان عصب ميلادي قاه أو إساقنا كلمة ديران كورن دونو إيو وقتيقا إن إسبدلي سنة بان لابني إن هدو يهي ميلادي إن هورين وحان الله لابني هيد سنة كهجري قاه أو إسلام قاه أو إسلام كو أكرد حالي تاريخ دي عربتا إيا تاريخ دان هي ميلادي قاه وكريستان قاه أو لقرد حالي روماجي كدبنا لو بدلي تاريخ عالمي قاه يعني إن شاء الله تعالى صعدك وقتك تاريخ ذا انت بوحان ربنا انان كايدا هذو كلمدي روكوبا ان هدان نهي دادك مسلمين تاو دوني دمات الدقن اي هدان نهي دادك انان جيسك افريكا كنول ماركتي سوماليا جيبوتي اثيوبيا كينيا مالها الهي او نغو ابو رأي او ندجي تبارك وتعالى waxaan jecelahay inaan kelmad ka ilaahdo marka hore taariikhdu waxa weeyaan amba saddex kelmadood inaan ka ilaahdo dhowr arrimood oo muhiim ah taariikhdu waxa weeyaan walaalayaal waa dhacdooyin isdaba socda kadibna ayaantu maanta aan noolahay 31 bisha December amba 2 January waxay isku bedeli doontaa bacda in yar تاريخ بيسكو بدري دونتا مركا أدونكو وصدح مرحلة دوت وتاريخ كو دافتي إيا حاضر ما تجوغا إيا مستقبل كو سوى سعود أوغين وحدعي دونا أو إلهي أصوضو تبارك وتعالى مركا نرشا بني آدم كو صدح دان نوع بيلا دهي مركا لغو حسابية تاريخ ده بني آدم كا أنبها بسعودكا نرشا آدمها مركا آدموه وحولي هايبان دهاني واح تغي اي واح جوغا اي واح سو سعودا الماضي والحاضر والمستقبل لقدها ادون كودنا وحا كبوحا وحا سميي وحا سمينيا اي وحا سمين دونا حدو الهي الله تبارك وتعالى افافك ادون كودن انتا ساكو جرتا مركا تاريخ دو وحي كميتا هاي وحي اتسميسي انبا وحي لسو سميي وحي سو دعي اي الهي الله تاريخ مركا سند كي لباتن يا لباتن لباتن يكو أم بلبكون يا لباتن يكو وحن نقول يا بشه ديسمبر مركا أي تهي كو يصدن لبي يتمنك هبي نمو أم أفر لباتك ساعة وحوسكو بديليا إستوريك بنقول يا تاريخ أديك هدات هاي قف بني آدنا تاريخ ذا دو قليا هداتين قيس ميلدجن ومرتي رير حاسة وحن نقول يا تاريخ ذا هداتهين ضد حزب له أرور له وحن قرية تاريخ دينا هداتهين ضد جماعة وطيارة أم بإسلامية أم بقومية أم بعلمانية أم بمعركة حداثية مودرنيزيشن وحن قرية تاريخ دادا هداتهين دولة هي أمة وحن قرية تاريخ دادا هداتهين ضد حضارة له أو سيفيليزيشن له البحنمة له say ilbaxnimada kristanismiga ilbaxnimada islaamka ilbaxnimada maxaan ku dhahdaa confuciusiska dadka ilbaxnimooyinka waaweyn oo ilaa 8 ilbaxnimo adduunka loo qaybiyo waxa iyaduna noqonaysa taariikhdaada idan waxa weeyaan waxa socda waxa la yiraahdo wixii ku dhaafay taariikh buu isku bedelay marka 2021 waxay maanta tahay wixii ka dambeeya taariikh bay tahay وحا بلامايا حاضر حال هذا ما انت وحنجونا لباتن يا لباتن لباتن يا لبي لباتن
labadi kun iyo labatan iyo labadi. Waxaan joognaa waxa weeyaan wuxuu noqonayaa haadir buu noqonayaa. Waxa maanta jooga ayay isku bedelaysaa. Labatan iyo labada kun iyo saddex iyo labatan wuxuu noqonayaa sanad soo aadan oo soo socda oo mustaqbala. Ilaahay tabaaraka wa tacaala markaas wuxuu inoogu yeedhay in aan laba arrimood sameyno marka ay taariikhdu ay isdaba socoto. Arrinta koowaadi waxa weeye inaan wax kala soo baxno. Wuxuu Ilaahay tabaaraka wa tacaala jacala alleyla waannahaara khilfatan liman araada an yadakara aw araada shukuura. Ilaahay wuxuu yidhi isdaba gurka ay isdaba gurayaan habeenka iyo dharaartu ay isdaba socdaan khilfatan ay isdaba yaallaan ayna kala hadhayn leylun yacqubuhu nahaar wanahaarun yacqubuhu leyl wahaakada tastamir alxayaat xata alqiyaama sidaa bay noloshu u soconaysaa isma taagayso waxay u baahan tahay istaag bay u baahan tahay khilfatan liman araada ruuxa raba inuu wax ku qaato amba raba inuu wax qabto shukuurka waxaa lagu macneeyey wax qabad marka iyada waan macneyn doonaa liman araada an yadakara aw araada shukuuran waa laba arrimood qofka raba inuu xasuusto uu taariikhda dabaguro uu wax kala soo baxo kadibna u bedilo barnaamij iyo mashruuc shukuurkii weeye marka taasi waa midda koowaad uu ilaahay inagu maaragtay inoogu yeedhay marka aan eegno habeenkii dharaarta iyo socodka taariikhda. Arrinta labaad waxa weeye taas waxay ku jirtaa suuratul furqaan suuratul israa iyadna waxaa ku jirta ilaahay wuxuu inooga waramay inuu abuuray laba jurmi amba labo maaragtay xidig oo mid la dhahdo cadceed qorax iyo mid la dhaho dayax labadan waa laba cajiib ah weeyaan ilaahay wuxuu ina dhex dhigay annaka kown amba caalam buu ina dhex dhigay caalamkan uu ina dhex dhigay wuxuu ka kooban yahay caalamkani cawaalim aada u fara badan oo ay ku jiraan milyaaraad 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 casharaad tobaneeyo boqolaal kun oo milyaar oo xidiga ah oo kown ah oon xad lahayn marka waxa aan xad ka lahayn ee yaabka badan waxaa ka jira meel yar oo la dhahdo annidaami shamsi waxaa loo yaqaana system solerka nidaamka shamsigu waxa weeye cadceeda iyo sagaal xidig amba sagaal kowkab balaaneed oo ay maamusho weeyaan sagaalka ay maamusho waxaa ka mid a dhulka ayaa ka mid a marka dhulku waa kowkab ku duura cadceeda oo cadceedu ay iyadu gacanta ku hayso oo ilaahay uga dhigay sida nidaamyada uu abuuray bay ka mid toon caawa isla arki doono idan marka cadceedu waxay ka mid tahay nidaamka shamsi dhulku wuxuu ka mid yahay nidaamka shamsiga ah nidaamka shamsiga ee dhulku uu ka mid yahay waxaa kale oo jira dayaxa dayaxuna nidaamka buu ku jiraa laakiin dayaxu wuxuu la socdaa dhulka marka cadceedu iyo dhulku iyo dhulka iyo dayaxa waxaa ka dhexeeya calaaqaad xidhiidh cajiiba ka dhexeeya suuraddan baa inoo sheegtay ilaahay suuratul israa ilaahay wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu abuuray cadceeda iyo dayaxa markuu ilaahay cadceeda iyo dayaxa abuuray mid walbaba shaqu u abuuray wuxuu yihi ilaahay wuxuu ka dhigay wajacalna alleyla waannahaara aayatayn habeenka iyo dharaarta waxaan ka dhignay laba aayadood waa cajiib famaxawna aayata alleyl waxaan madoobeynay oon masaxnay labaduba waa sax weeyaan tafsiirka qur-aanka ah famaxawna waxaan masaxnay ambase famaxawna waxaan mugdiyeynay oon madoobeynay aayata alleyl aayaddii habeenka aayaddii habeenka mugdi baan ka dhignay wajacalnaa waxaan ka yeelnay aayata annahaari aayaddii maalintana dharaartana mubsiratan mid ifayso oo la arkayo marka culummadu waxay yidhaahdeen maa hiya aayatu alleyl aayadda habeenku waa maxay waxa uu yidhi ibnu cabaas radiallahu canhu xabru lumma wa turjumaan lqur'aan wuxuu yidhi aayatu alleyl wa alqamar waa dayaxa weeyaan wa fii riwaayatin lahu riwaayad kalena wuxuu yidhi aayatu alleyl addalaam cajiib weeye aayadda habeenku waa mugdiga waa wax arag la-aanta weye waa madowga weye mugdiga weye wuxuu yihi aayatu nahaar aayadda dharaartuna waa shams waa cadceeda amba qoraxda wuxuu ku yidhi riwaayad kaleete aayatu nahaar waxa weeye addaw waa iftiinka weye
إذن أمامنا هرتينا وحايا لا لبا آيادود ومدنا ليري ومقدي مدنا ليري وإفتين ولبا آيادود ومدنا ليري وضيحة مدنا ليري ومحي وحالي وعدعيدا مقرحدا أوكي مركا إلهي سبحانه وتعالى مركو إنتا كوار رمي وعلمادو في سيجيس كورا أي كشا كيان مانتا محال لو أرنكرا محاونا تانا لو أرنكرا مبصيرة markaan taa ka imano oo u baahanayna maanta inaan isla macneeyno halka dambe Ilaahay wuxuu ku yiri maxaan u sameeynay dayaxa maxaanan u abuurnay in qoraxda limada ilaan inay abuuran yihiin waa la iska arkayaa physics ahaan baa la arkayaa astronomiga falkiga ay nooga sheekeynaya quraanka ay nooga hadlayaa indhahayna arkayaa hawsha ay qabtaan waa arkayna waxay ka sameysan yihiin imika cilmigu aad buu uga waramay marka laakiin sa mushkiladu waxa weeye aayadani objectivekeega iyo hadafkeegu waxa weeye li taalamu adad as-sinina wal hisab ilaahi wuxuu rasi aad u ogaataan in oo u garatan ilmiyan ma aha li taarifu uqra ma aha li lil wa'yi ma aha li taalamu ilmi bay kaymatay sayns bay kaymatay ilaad ogaataan adada tirada as-sinina sanadada ilaad ku xisaabisan labada aayadoodu ilaahay abuuray adceeda iyo dayaxa sanadada inaad ku xisaabisan wal hisaab iyo inaad wax xisaabisan oo ogaataan adadkiina aad garataan tiradii xisaabtiina aad garataan oo tiradaan sanadka ka hor lab qarni ka hor miilaadi ah marka adceeda loo eego qarni ka hor hijriga marka dayaxa la eego ummadahan adduunka ku nool haday yihiin reer bari iyo haday yihiin reer galbeed waxay ku shaqeeyaan intooda ugu badani dayaxa amba adceeda xataa kristanku berigiisii hore xisaabtiisu waxay ahayd inuu dayaxa la shaqeeyo laakiin markii dambeyto oo ay kristanku roomaagu uu galay oo sida weelsi dhahdo kristanku ay roomaaniyoobeen ay rooma kristaanoobi weyday bish sanadkii roomaagii bay qaateen oo ay ku dabaqeen sanadkoogii miilaadiga ahaa ولذلك مارس يو أبريل يو مارت أغسط يو وحن أوردنات أركتان جولي جولاي يو ومقع بقروي يو مقع إلهي أي عابود جرين إلهي نبضة إلهي دقالك إلهي مارتي وحاس أوردن مقع عذاب إليه دهي وحاكالتو كم بدا إني مركز دميتان أو إمانا إني مارتي كردقان تراعي كردقان أكتوبر يو نوفمبر حودي ذا مارتي سبتمبر أو تضبعة أكتوبر أو maaratay 8 ah November oo 9 ah iyo December oo 10 ah marka waxay ka dhigan tahay ayaamahan waxa laga soo qaatay in Roomaagii markii ay Kristanku ay diinta ama dhaqanka Roomaaga iyo diinta Kristanku ay is dhex galeen okay inta hadaan ka imano ikhwani fi diin walaalayaal waxaanu imaneynaa waxa weeyaan waxaan soo aragnay aayadii hore ee suuratul Furqaan ku jirta إلهي هبينك يا دررته وحو أبورا إن وحلقه لا صبحه خلفة وفي رسالة يا إن وحلقه لا صبحه إلا في ريو صعد كالتاريخ ذا إلا في ريو نلوش صعدها إلا إهغو إن وحلقه لا صبحه معناها وإنت وعاكو جرتا أوكي آيات ذاك ليتنا وحي إنو شاكتين سورة الإسراء وحي إنو قورنتي لتعلموا عدد السنين والحساب إن وحلقه حساب صدو أو وحلقه إسلقرتو ما أنت أدو يدو hijriga waa lagu shaqeeyaa oo muslimiintu ay ku shaqeyn jireen oo adduunka ku xukumeen dhaqankooda ku shaqeyn jireen inkastoo maanta ayna ku shaqeyn waxa kale oo ku shaqeyn jiray xadaaradihii muslimiinta ku taasuray waxa kale oo maaratay shaqo ay u tahay wadana badan baa ku shaqeeya dayaxa oo maaratay shiinaha ka mid yahay hindiya ay ka mid tahay dayaxa ay ka dhigtaan waxay wax ku xisaabiyaan qoloyinka kaleena ee reer bariguna waxay wax ka dhigtaan reer galbeedku had ay tahay wax ka dhigtaan ay wax ku xisaabsadaan la mushaahada fil istilaah waxa la isla garanayo waxa weeyaan sanadkani waa sanadku waa sida bishu waa inta mushaar baa lagu qaadanaya ba guriya lagu kareysanaya nolol baa lagu kala wadanaya waxaas oo dhan baa nolosha ay ku soconaysa li taalamu adad as-sinin labadii ba ilaahay u sheegay cidina u sheegay qoraxdina u sheegay dayxina u sheegay walidalika suratu marku ilaahay ka waramaya subhanahu wa ta'ala سورة دائما كان أيضا نخليني وإلهي إليه تبارك وتعالى سورة الفرقان وحجد سورة الإسراء فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
habeen kana waan madoobeynay waxa limada laana waxa la dhabarigii hore dhulku habeen iyo dhararba wuxuu aha dharar keyf suu dharar waha xal aad ceedu way ifaysay dayuxuna u ifay dayuxuna u ifayay sidaad ceedu u ifayso laakiin uu qabuubay ilaahay ba ka baabiye fama hawna cilmigu uu qiraa astronomigu marka maadaama uu dayuxuna ifayay dhulku had iyo jeer u ifayay u ifayay dhulku ma bajirin ba habeen لكن إلهي وحو دوني إنو أدون كان كانو مخلوق كن نستا أو كن راحيستا أو عبين كينا صيحدا ضرارتنا شقايا ضيحي أختي سوال جوجي شقدي أها إنو إفو والاقا قادي النور كيفا محاونا محوي باكو دعي محوي قوا مساحات وي وان كان مساحن النور كي تانا وانو دين النور كي مركا ما دام ابن عباس وصداكو معني آية الليل نأيتهي ضيح آية النهار نأيتهي آيتهي قرح labadi ba ilaahi wuxuu yiri li ta'lamu adada sinina wal hisab wasiad ugaatan sanadada tiradooda iyo hisabta ayaa sada u yaalay buu ilaahi tabaaraka wa ta'ala wa kull shay'in fassalnahu tafsiilan wuxuu u baahantiina oo noloshiinu ay ku habaysmaysana waan macneeynay waan fasilnay waan dhigdhignay buu ilaahi tabaaraka wa ta'ala okay macnaha labaad ee inoogu jira waxaan dhahnay waa ogaashaha sanadada sanadada in la xisaabin karo taariikhda in la xisaabin karo iyo ku jira okay tiirro waxa ku jira in wax laga soo bixi karo labada marka la isku geeyo maxaa ka soo bixi kara waxa ka soo bixi kara waxa u yaqaanan culimadu al wa'yu bit taariikh inaan socodka nolosha wa'yi u yeelano inaan garano dowrka aan ku leenahay nolosha halkan weeye macnaha saxdi ma dowri fil hayat nolosha maxaan ka qaban kara hada huwa su'aal waxaad ka qaban kartaa waxa weeye nolosha inaad taariikhda fiirisid wax kala soo baxdid cibro inaad haadirka isku deedid wax ka bedeshid inaad mustaqbalka samaysid isku deedid hada huwa alwaqi marka ilaahay wuxuu yiri tabaaraka wa ta'ala fa'tabiru ya ulil absar wuxuu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala wax ku qaata dadka u saaxiibka ah aragtida lama oran ya ulil ru'ya lama oran ya ulil uyun dadka indhaha qaba dadka indhaha wax ku arkaya lama oran ulil absar bari absartu waa jamac la isku geeyo ah inuu qofku wax arki karo sidii suuraddii ku jirtay baaratay suuratu saad markuu ilaahay ka warramayay tabaaraka wa tacaala ambiyadiisa calayhim assalaam qaar ka mid a ilaahay markuu ka warramayay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inay yihiin ulil aydi wal absar inay yihiin dad u saaxiiba inay wax qaban karaan aragtina leh marka qofka inuu wax qabto doonaya waa inuu fishin leeyahay haddii kale wuxuu noqonayaa waxa uu qabanayo wax aanan ku salaysnayn vision amba fishin iyo aragti aanan ku salaysnayn walidaalika axbaabi fil islaam walaalayaal intaas waxa weeye waa arrin araar ah okay waxaan dhammaynay sanad la yidhaahdo 2021 waxay ka dhammaatay ayaamahaas oo 365 maalmood bay ahaayeen ayaamahaas aanu soo dhammaynay ee nolosheena kamida ayaan walba dhacdaa dhacaysay nolosheena dhacdada ka dhacaysay laba ahayd negatif bay ahayd ama positif bay ahayd salbi bay ahayd wax xun oo raali ka ahayn baa dhacay waxaa dhacay wax fiican oo nolosheena u wanaagsan oo aan nolosheena kusoo daraynay baa dhacaysay marka taas waxaan dhahaynaa waxa ahayd waxyaalada wanaagsan ee nolosheena kusoo dhacay waxaa jira waxyaalo suubanayn oo nolosheena kusoo dhacay okay waxaa kaloo jiray waxyaalo aan sameynaynay annaku og inay qalad tahay waxaa la yidhaahdaa waa camal ficil khata'a oo mutacamid waan u karsaynay inaan shaqadaa qabanno waxaa jira waxyaalo uu qofku uu qabtay oonan u kasin inuu qabto waxaa jira waxyaalo uu qofku nolosha bini aadanka ah uu kusoo daray oo khayr ah oo dadweynuhuna ay ka faa'iidaysteen waxaa jiray waxyaalo noloshiisa gaarka ah iyo ta ummadaba ku xumayd baa jira marka iyadaas oo sidaa nolosheena u socotay waxyaalada ugu waaweyn ee 2021 ka dhacayay wadanadeena waxaa ka mid ahaa in ay fashilan tahay dowladnimadu waxa dowlad la yidhaahdo way fashilan tahay soomaaliya dowladnimadu way fashilan tahay madaxweyne
يا رئيس الوزراء يا اسفهمي له لبنان دولته ويسعون لها ضحي وحيكسعون لها ضحي ضد كل الدول وغدنا الربا إن وضن أولادنا وضن أولان كريلا وحاضر كيسي إن أي دولة دمدو فشلان تهاي أو جيبوتي أو كل مركز سوق عادتي وحاضر كيسي إن يجرتو نخبة كوحة أو ملياردير نقطي أيان دويتو وحان مقلي أو ياب فربضن دين هيجا مارت كود عاي إن أو دنتي سنة كي هرب دكتهين نين مدحوينها قرابة هايين أو لذا هذا سعد عمر جيله رحمة الله عليه هركن بنك تحسيدنا هاي مركو دنتي إن دخل كيسي لعكتن ده مركي هرب اللي حدا يجي أو لقسو حد يدي كده جيبوتي أو إسلو أجايين أفرنين أو مارت العكتها كشقيين يسأل الله حضو أو هو يهيم مدحوينها يحاس كيسة إيو نكا أبو بكر لذا هذا أو بورك جيبوتي كبدها يسعد عمر وبوركا قريب كم إذا حجته أفرتاني بيسول أوجد حولها إن لقى سوق هذا بوركا أو لقى أوريو جوريجا إن سعد عمر جيله إلهي نحرجتي جنة تبارك وتعالى ده بيجي سهر دافع يعني وحوي حولها إنت لق الحد يجي جوريجا لكين يجي لقى أورينا يجي يجوريها لقدر السنة يجي وحد عدم ركون لك هيد إنتي إلى أن ما فيه ذو عجيبة هنا الشران أو أي لحظان لعكتن نكني وكت جاي أقل كتالة دي أنا كالهينة يو أقوليهن يو حان يسقون مالهينة تذكي ودالي أو جبر يرقى أو بلجيكا جوكتا يلا بحاس أو جبر أمريكي بيكت دبر دمتي يا جبر كلو إمي كهاليس كجرتا أو مدن كتركي قالوا هيا وآد وحنوسن ونوجا هاي وحا هيا إنو يهاي إن لقت خلصي أو لديلي مركز وحاس أو داني وحا وكان صدي سؤال خطر 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 أو ده هيسا وحويان هبك نلاش جبوتي أسرعته وهب خلطان حكمي ده واحد نخب واحد يسمين يعني ده كن إليت كلا يراه ده إمام ملك جوجا إبنت أمضى كل دقة واحد يسمين سد عاوة كريتو أنت فناني الله صو أوريو أمضى جاجون هيسا لغو هيسو قري أمضى هرتيد أول إلوسيو إن قري عن جرا يلا حك صو عنن يإني نصو عن إلا إلوسيو إخواني في الإسلام ولا ليال حوي وحاس أدعي وحاد عي دقال كي ما ركثي صو ما رضي عفرت أي أدعي waxaa dhacay dagaalkii Itoobiya ee weynaba dhacay waxaa maaratay ka dhacay gobolka Puntland waxaad ogtihiin inay mashaakil aad u fara badan oo ay ka dhaceen oo khatar keenay oo barakiciye waxaad ogtihiin in dad Soomaali ah iyo Soomaaliland ka barakaceen ay ka socdeen waxaad ogtihiin waxyaalooyin fara badan oo dhibaatooyin ah oo halis ah in ay dhaceen laakiin hadhaane waxaa dhacay waxa weeyaan wax loo kasay iyo wax aan loo kasin waxa badan kuwa loo kasay waxa jira walaalayaal culumada ee Soomaaliyeed culumada muslimka ee geeska Afrika degan waxa weeyaan mar waa culumo waa ducaad weeyaan waxay sidaan kitaabki Ilaahay iyo sunnadi Nabiga sallallahu alayhi wa sallam marna waa aqoonyahan waa intellectual qofka caalimka ah ee sheekha ah ee daaciga ah waxa looga baahan yahay laba arimood arinta koowaad waxa weeye inu sharciiga oo bartay inu sheego dadkana baa arinta labaad ee loo baahan yahay waxa weeye in uu mowqif yeesho sharciya mowqifka sharciigi waxa weeye waxyaalada dhacaya ee dunida tan ka dhacaya gaar ahaan meesha uu degan yahay in uu sheego maxaa saxa maxaa saqaldan uu agma marin inuu noqdo maaha jiirkii midna dadka qarinayay midna uu afuufay uu ka masaxayay ودتك هواوي قلنا يي سيدا علماء فرابادان اي اميكا اي سامينا يانو اه ان دتك مارتاي لغو قسليو ام بل لغو اوهيو لانا اللو سيا مشاكل كخاسك اه اي هايستا اي دباتوين كهايستا اي كو هايان مدحدا اي مارتاي دتك حنحوني اي كو هايان ان اللو سيو مركا سند كان اوحو اها عام ان او بحين كرنو افر اريمود ان سين كرنو سند كي انا سورد عافي على مستوى الأمة مركان كهذا الأمة دينا إسلام كجودهان سند آد وحبوها محايا لي سند أي حقيقيا هو ربر مع وحى آخرية كن جامع عدود ودوليدا كجرتة هل كهرا وحى كصوغ لي أفري أفرت الجامع عدود وأدون كإسلام كه يعني كن جامع عدود باي أفري أفرت صوغ لي أنت كلي توركم الجيران مركان مستواها علمي ذا هي أقانته وأن كده هذا النبي halkaas waxa halkaas waa buusi soo dhig mushkilad ma ah labo waxa buusiga iyo mushkiladda ku tusaysa waxaan eegay faqriga iyo baahida iyo gaajada
waxaa waxa uu qofku cuno sacaraadka xaraariga ee qofku uu qofku noqonayo wax ku qabsan karayo ee uu ku dhaqdhaqaaqi karayo wadannada aaman haysanay dadkoodu ay aad u liitaan wadannada muslimiinta waxa ugu hooseysa Niger waxa ku xigta Djibouti waxa ku xigta Yemen waxa ku xigta Soomaaliya macnaha jirku baahidii uu qabay uu ku noolaan karayay wadannada ay ka maqan tahay iyay kuwaasi ku jiraan waa buqsi weeye waa faqri waxa la sheegay in marka la yiraahdo iyaa ka hooseeya faqriga darajada faqriga 133 ilaa 63 Soomaaliya Djibouti 200 Djibouti waa 800 milyoon 200 ilaa 280 kun iyaa ka hooseeya mustawaha gaajada yaani faqriga ka hooseeya maashi faqriga loo sameeyay faqri wax weyn qof helaya maalintii $1 iyo 8 yaani $1.8 qof helaya weeye macnaha $1.8 ma helaan 280 kun oo reer Djibouti ah waxa weeyaan waa faqri mudqi waa faqri maashi ugu dambeeyay waxa buusiga iyo dhibaatooyinka ku tusaya waxa weeyaan walaalayaal arin kale oo kasi khatarsan waxa soo dhan waxa weeyaan waa wadanada loogu badan yahay kubsiga dumarka wadanada muslimiinku waa lagu kubsada dumarka waliba waxna laga soo qaado yaani gabadh baa la kubsanaya magba laga bixinaya macnaha waxba lagu sameeyaa waxba lagu sameeyay majid gabadh la kubsaday amba jeedal baa la dhacay jeedal wadanada qaar kood markaasii waa meelaha hablaha wixii doona lagu sameyn kara ay ku biireen wadanada muslimiintu marka laga hadlayo sanadadii aan soo dhaafnay waxa weeyaan buusigu wuxuu taagan yahay wadanada muslimiintu in ayna lahayn amal espoir illa imi kama qabaan maxaa yeelay waxa ka maqan waxa loo yaqaano 3 qolaa fashilantay waxa fashilmay madaxdi oo u xukuma wadanada muslimiinta sidii beriyor loo xukumay markii adduunku aha baadiye iyo miyi ayna garanayn maxaa u dhaxeeya dawladda imika ee miyi iyo magaalada inay ka talisa iyo dawladdii hore ee magaalo ka talinaysay ee miyigu isagu iswadeeyay marka dawladaheenan bariga Afrika geeska Afrika kala u fiirso iyo dawladda Ethiopia waxay ka jirtaa Addis Ababa meel kale ka jirtaa ma jirto dawladda Soomaaliya xamar bay ka jirtaa meel kale kama jirto dawladda Djiboutina Djibouti bay ka jirtaa caasimadda meel kale kama jirto dawladahan waxa weeyaan muslimiintu sida kama fiicno hadda Marok tagtid hadda Tunisia tagtid hadda Algeria tagtid dadka buuraha ku nool dawlad buur ma hayaan Afghanistan miyi iyo magaalo wasi bariyor loo xukumay walidalika ninka raado maaratay maarada abidin la raado wuxuu dhahaa in zahful badu ala al madina dadkii miyiga joogay markay magaalada ku soo yaaceen ay yimaadeen ay soo galeen ay wali ku soo qamaameen waa qamaam ay zahfi ku yimaadeen waxa dhacday buuri bidun istaraatiiji ay ku yimaadeen waxa dhacday buuri burburka adduunka islaamka haysta dhacday marka taasi waxa weeyaan dawladuhu waxay ka fikiraan sidee baa loo magaaleeyaa miyiga sidee baa miyigana loo dajiyaa meeshiisa sidee loo kala ilaaliyaa nolosha si ay nolosha u socon kariso dawlad hadiisa saasi u fikirtaa taana ma hayno marka waa buusi weeyaan marka taa aan ka imanno waxyarada sanadkii dhaweeyta dhacay waxa iyadala kamid aha oo ugu khatarsanaa oo aan ilaawin waxa weeyaan in Afghanistan wadan kale idhaahdo oo Ruushku ka baxay waxa jira Mareykanku markuu ka baxay wuxuu kaga baxay si fulanimo ah wuxuuna kaga baxay si istaraatiiji ahayn wuxuuna kaga baxay si aanan garanayn waxa uu yeeli doono bacda dalika markaasi taasina waxay dadka tustay wax la yiraahdo dawladda Mareykanka waxa la yiraahdaa way soo dhaadhacaysay in xidaar bay ku socotaa laakiin sanadkii 2021 waxa la dhaadhaceeyay 3 meelood buu xuquuq u dhaadhacay waxa kamid ah haybadeedii ba dhaadhacday markii Trump la arkay laba waxa dhaadhacday hadana quwadeedii xooga badnayd markii ay ka ashkatootay Ruushka iyo Jeynuhu inay gudaheegi ku hayaan dagaalo badan arinta saddexaad ee ugu dambeysa waxa weeye markii Afghanistan uga baxday si aan cilmiyeysnin marka arimahaas marka maxay keeneen waxay keeneen in adduunyadan maanta uuran jirin wax ilaah ka ah oo aan ilaahay dad baa marka u fahmay Mareykanka inuu ilaah yahay inuu wax walba sameyn karo inuu qof kasta wuxuu yeel ka yeeli karo wadanada inuu baabiin karo taasina waxay loo arkay inay dhamaatay waxaan akhrin doonaa maalin soo socota maqaal aan maalin dhaweeyti akhriyay habeen dhaweeyti aan ka dhageysanay culimada xalilinaysa oo sheegaysa in xidaarka Mareykanku ama dhaadhaca Ameerikaanka uu dhaadhacayo ma mid silbasho ah mise waa mid qoyan socda
markaasi iyo wixii ka dhalanaya yaan isleegi doonaa haduu ilaado tabaaraka wa ta'ala. Okay, arintaasina waa buusi maxaa yeelay dad baa weli hadda aan fahamsanayn caalamka taqayuraadka ka dhacaya iyo waxa looga baahan yahay. Arin saddexaad baa jirta ikhwaani fillah oo u baahan marka la yiraahdo caalamkan islaamka iyo dhulkeenna geeska Afrika waxaa la yiraahdaa waxaa jira madhar cajiib ah. Madharka cajiibkii waxa weeye waa madharka ah dadko dhan oo siyaasadda ka shaqeynaya. Imika waxaa jira wadanadeena saan sheegi doono waxyaalo badan oo najaax ah oo dhacay. Laakiin madharka ugu muuqaal badan ee najaax una ka muuqan waa siyaasadda weeyaan. Marka siyaasadda annagu waxaan ku nahay fashal. Fashalku wuxuu ka imanayaa waxaan fahmi kari weynay samaynta, abuuritaanka, dhisinta iyo isla afgaradka dowlad. Dowladdu ma aha Djibouti ka jirta. Djibouti waxaa ka jira waa qutaacu turuq. Waxaa ka jira mafia dowladdii qabsatay. Soomaaliya ma aha waxaa ka jirta dowlad ma aha. Way u eegtahay wax dowlada. Meel kasti oo dowlad ay ka jirta xitaa Ethiopia waxaa ka jira dowlad ma aha. Waa koox eryanaysa oo koox ka ridanaysa. Dowladdu sidaas ma aha. Suudaan waxaa ka socda dowlad ma aha. Waa Afganbi iyo Afganbi iyo Afganbi. Dowladnimadu sidaa ma aha. Dowladnimadu haddaad akhrisatid waxa weeyaan waa tacaaqud waa dad heshiinaya oo samaysanaya system ay ku wada noolaadaan oo noloshu ay iska soconayso ay u soconayso si ay iswado isla markaasina la wado taabiga dawladdu ay ku soconaysa taas baa inaga maqan annaka walaalayaal arintaasi markaasi waa ku fashilanay arinta ugu dambeysa waxa weeyaan oo soo kordhaysa waxa weeyaan oo waxa loo yaqaan ihtikaarka haddan Soomaalida u fiirsado 10 nin oo ninka ugu weyn la yaqaan ka ugu yar la yaqaano ayaa xoolihii ummad oo dhan qaatay laana waxa ka cilmi ma jiro dawladdu ma jirto damirna ma jiro gar weyn oo yeelatid kaabi cilmi inaa xoolaha ummad boobtid inaad wadaad tahay kaabi cilmi soo xoolaha ummad inaa boobtid dadka lagu ma dhagi karo khamiis loo xidho iyo gar loo baxo iyo sheekh la iska dhigo taamaha maartay dadka laba shay ba maalka ka cilisa damir nool iyo dawlad ilaahi nabiga maartay Cusman ibn Affan wuxuu yiri radiyallahu anhu inna allaha la yazi' bi sultan ma lam yazi' bil quran ilaahi power ka wuxuu ku ciliya wuxuuna quraanku cilin qofku haduu idhaahdo aniga jaajuurka sameynaya aniga ana soo dajinaya sibirka jaajuurka lagu sameeyo aniga ana iib geynaya aniga ana bankii laga amaahanayay sameynaya aniga ana shirkadii bankii dadka u dhaxaysa sameynaya aniga sameynaya dilalkii aniga sameynaya lawyerkii aniga sameynaya sheekhi muftiga inuu noqonayo aniga sameynaya kulli shay haduu idhaahdo oo shirkad aan kaas sameysto waa tiim Mareykanka markii la abuurayo la yiri ha laga ilaaliyo dawladnimada laba qolo ha laga ilaaliyo ciidankana ha laga ilaaliyo maal qabeenadana ha laga ilaaliyo dalika Trump wadii arkii wuxuu ku sameen gaaray dawladdi marka taasina waa halista dhacday marka sanadka 2021 wuxuu ahaa caamka sida u foolxun ee dalamka ah ee xataa dawladnimadii Soomaaliya ee la isku wareejin kari lahaa ay fashilantay ki dooniba ha fashiliyo maratay waa meesha ay maqan tahay visionku marka aniga waxaan islaahay taasi waa mid qofka aan dawladda aniga marka waxaan rabaa sanadka soo socda maxaa sameynaa walaalahay aniga waxaan soo bandhigayaa mashruuc sudaasiya mashruuc lix ah kuu waxa ka ah sanadka soo socda 2022 iyo 2022 waxaan soo bandhigi lahaa mashruuc sudaasi ah mashruuc lixaysan kuu waxa ugu horeeya inaan dib u eegno taariikhda waxna kala soo baxno maxaan kala soo baxayna war maxaan ku fashilannay su'aal waadixa dadka sida sameyn kara waa laba qolo war waa culimada culimadu marka ay ku xuroobaan dadka inay maaweeliyaan anuu ma rabo culimada dadka maaweelisa waxa ka dhigtay dadka maaweelisa marwaad ba sameeyaysa ma bahlawani ba tahay ma mumisil ba tahay ma waxa tahay gabayaa ba tahay ma waxa tahay hal abuur ba tahay waxa tahay nin quraanka iyo xadiiska ka soo saaray solution halba anuu walaal ma hadlayo waacidinteeda dadka wax diisa ma waa culimada ninka caalimkii waa nin dul fadhiisto quraanka iyo sunnaha isku day inuu ka soo saaro solution hal ka soo saaraya ummadan hal uga soo saaraya waa qof fikiraya sidii Juwayni radiyallahu anhu wa rahimahullah marka uu qori jiray kutubtiisa sidii Imam Ghazali sidii Imam Ibn Taymiyyah sidii Al-Izz ibn Abdissalam sida ma aratay culimada lagu yaqaanay waa qof leh mal hal mushkiladan ma jirtay maxaa solution ah marka laga marabo inaad waxa qofka sameyn kara waa ka qofka labaad ee sameyn kara wax weeyaan waa qofka aqoonyahanka culuumta bini aadanka bartay amba siyaasad soo bartay amba dhaqaale bartay amba falsafad bartay
وانا قفك واحا اللي قسوك يا واحا ويه انو امدن او فكرات وسوق بيو ايا بروجكتي ماها انو كميد نقضو بروبليم كا امدها امدن بروبليم باهيستا وديقاني مشكين كا ان سكول تاقين ان جامعات تاقين ان مستر قادن ان واحبا اخري سن اي ادويد وسعطو حبا كا اوغين هقرا فريسان وها ويدين نساقا سوليشن سيقا واحا ويديسا هالكي قيلا لقال لسا سيقا قيلا لو جرا وامي قيلا لما جرا يا اخواني في الله ارنا لما جرا يو امي كوا الدولة دا واحا لا جرا يو مركا واحا لربا قفك سوليشي كاللقي سوقي وقفك النوع حاسا اذا واحا لربا فولتير كي سومالي دا واحا لربا فولتير كي ريل جيبوتي واحا لربا فولتير كي ري توبيا واحا لربا مارتي ان جانجاك روسو كيني واحا لربا ماكسي فايبر كيني واحا لربا ابن خلدون كيني واحا لربا مارتي انا كشا كينا ماه رقاس إن أنكو أنو قنون أنو هذا هو الحل. مركا دتك حلكين كأو حويان وقفك أوه الرية وشيخة فقيهة يقفك عن تلقتيال كي مفكرك. أوكي أريتاسي مركا أن قاد أنو المسؤولية التاريخية هذا. responsibility historical ومسؤولية تاريخية إن قاتيد. أنا لها أنا جا أرنتن حقوله إن قاتي إن تلاديد وكو. أريت اللباد أنا وحيلتها هاي. dibu eegas iyo mas'uuliyadda taariikhda aan qaadanayno waxay noogu xagay muraajaco inaan nolosheena dib u eega muraajaco aan ku sameyno inaan muraajacayno si joogto ah nolosheena walidalika ilaahi wuxuu raadaa subhanahu wa ta'ala nabiyada qaar innahu awwab maratay ilaahi wuxuu raadaa subhanahu wa ta'ala innahu awwab nabiyada qaar wuxuu raadaa innahu awwab ay rajaa ilaahi buu soo noqonay marka qalad aad ku jirtid ka soo noqo maxaad ugu dhigi qaladkaaga limada taayishu fil khata مركا مراجعه مراجعه وحويان اخواني في الله وطوق قرانه للوام وقف عنها انت ويان وقف وانه لبش اسويديو وحي اد كفي عنت هي واد كفي عناته سي فينا هلكي لدوني ما تغاري ويان وحي اد كحنت هينا كسو نقو وناجي والنفط التي تروم صاحبها تسلو بهاي مركا واريت لبعض صدح ومحاسبه مراجعه ما دعي كرتو بدون محاسبه وان جرت ان لحسابيو إنا بوغ يقلن قادتي كفرد إنا انقادنو كأسرة إنا انقادنو كجماعة إنا انقادنو كمجتمع إنا انقادنو كدول وحيال هذا يابك لو حويان دادكو هبين كانوا كلاوية فرحان ورد الدبالدقو دي مباهي مبسونانا ماها وبحرام بإلو الدبالدقة سنة العصوبة صوق علي وحاسي الأولية خاصة سنة كروك عليتا لكن محاسو أروحا كفي عن إلا الدبالدقة ماها وإنا اللي إسوي ديو إنو عمر ما من عام عام هدوك ولا فمجره إلا أوحو كبير يا شهادة هذا وهو مرقات فرايا مرق معك فرحي زها مرق وين أسوي ديس سؤال حساب صدوع عمر دي حسابية أنتوا إلى هني حسابين عملك إني ميزامة أنت اللي ميزامي إذا المحاسبة الفردية المحاسبة الأسرية المحاسبة الجماعية محاسبة داس بلو بين شامل كا وإلا حسابها في كل شيء قف كيس حسابية يومضة حساب سام هرمون بيجادا أنا تصدق لا مرق الله سمايو أريد أفراد ما قالنا مشروع أفراد ما قالنا محاكا دلنا وحا صورا وحاكا دلنا يا استخلاص حوالك الله صوب حيسا وعدك الله صوب حيسا وحا صورا وحيسا البيادة إيجابيادة كدب وحيدة جنيسا مشروعي أها مشروع النهضة سيدان أنوغو هرمر وقالا هل كان نجوغا سيدانوغا سعودا فكر كي والكابو جوغا العق تيدي حولك والكابو جوغا دقاله والكابو جوغا قريقي والكاسو جوغا عيالكي والكاسي جوغا dowladdu halka bay joogtaa bulshadu halka bay joogtaa waa xisaab weeyaan marka maxaa dhashay wixii aan sameyn karnay mashruuci marka ayaa abuurmaya okay taasina waa tii afraad arinta sharaad ee waxaas oo dhan ka imanaya waxa weeyaan in la yiraahdo oo qofka bini'aadamki uu sameeyo in uu yeesho wax lado al-his dareen murtafi'a oo eegaya britoola dib u noqon meesha aad gaadhay ha ka laamin حس كابا دران كابا جرا الحس المرهف وح عمر رمضان وح الله يقانه وعمر بن الخطاب ولها وأبو بكر الصديق لها وعثمان ولها سيكون بلابين دعوتة يكون رمستين بحودة عمر بن عمر رجلا أبو بكر إن الليل والنهار يعملان فيك فعمل فيهما هبين رحت بكاش قيانة هذا كاش قي يعني أديك إلا كاش قي وهذا كاش قي هو بروبلم ويا إن وحان إلى هذا يجر وح خلده إلى هاتس ده هنجرتي طبعا سنكور adigu waqti wana uga shaqeeyo 10 sano ka hor aniga 10 sano ka hor cirada waxa ka badan madawgeyga laakiin 10 sano kadib cirada ka badan madawgeyga markaas maxaa keenay habeenkii dhalaartay iga shaqeeyay suudi maratay Abu Bakar radiyallahu anhu
إذا أنا أقول محان قبتي ويا قف بس قرن يساكورا كم كتاب قرأته أقول حما أخليه إذا كيف تعيش ذا النشاح كيف تعيش ذا دروح دنيا إنه كي شعارة صعد كدريده كل إنسان له فكر يا صحمة حقيقة أنت حما داخلين ببي أنت لم تقرأ أي شيء حما داخلين ببا لم تلاحظ أي شيء لم تفهم أي شيء كيف يكون لك قرار في أي شيء يا بخ وهذا والد عاد بكميتها مركزي شداد ولا ترتمي كرنا أمم كأخرنا في اليوم آلاف الكتب يا مئات الكتب يا مئات الساعات دول فرد يا كتب أخواني في الله إن ديب سكون نقرنا يا إنه ربها أنت مركز أرنتها سوى حويان وإنا يلان حس وحسكوا لها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وحسكوا لها كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ذاتك وحي رسولك ويديجني خيرك لكن أنا شركا ويديني بارسك لماذا وعبصونيها أرجح لمستقبلك وإغياء واضح الله يقع واضح الله يقع أن في ترولوجيا تشان هذا نواطع أنت اللي حادي وقود نبيسا إن ربنا سند كان إن سند كهور وكدوان هذا وحويا إن يلنا أمل علمي أمل كوا صدح وحاجر أمل لا يقان أمل أملك وما هو إسبارك والرجدة من وح لا يقانها هووي أحلام لا تنتهي هووي عند مالين من وح لا يقانها وأمل في عن لكن وأمل في الله وأهون إله صدق سكد وهم بكارجيننا من هو أمل علمي علمي هو محي وأمل وحلاقة من يتشينا كون سقال بقول يا شني أفرتكي إلا يا شني اللحدكي وحوقبتي أمل بويا إسبار وحل وإنه تشينه حالد وكجر وكبحه ونكبح كلا وأنا اللي سميه أمل بان الله حدث أمل بين هاي مركي اللي دميه وحل وروان كبح كرناه وإنا نقول كرنا دد سكوفلان هذانا وحال الدجي كيس كوفلا شيء ولا كوفلا ذي هذانا وحال دوان سكوفلا هنية وحنا نقول كرنا قوة الدون ك لمبر كجشة ويكجلين وحيدنا هذانا وحنا كجلنا وحنا نقول كرنا إنا نقول قوة الله بادي الدون ك وين نقدم إميك واحد إليه وحنا نقول كرنا قوة كوبا دي الدون ك وأمل ورجو لكن ورجع الميسا وحال هذا عالم الإسلام ماش وتجنا لحدن كي يمش أو شينو تجنا لحدن كي عالم الإسلام كفينا عالم الإسلام بكرنا قال فينا كان تعليم فينا دين عصب أقولي لكن شينو محقوق رافي وحقوق رافي وعلميي لبا وحقوق رافي النشاط هي أكتيف بوسمي صدق وحقوق رافي وحوسمي وح ولي جاي الله بكيا بيشدوا إن ونقضوا ترتك إنه قال قرآن كنا معك قرآن ترتمك قرآن سارعوا سابقوا حكوا قرآن قرآنك اعملوا وحكوا قرآن يتنافس المترافسون والأليان صدح الرماد وإنا اسك إلى النوم أريدتك بدو حويان العاطفة غير الجياشة عاطفة حوق بضان مسلمين تؤليهين بقلالك السريس وصعطي عاطفة قف كستبا ولا بلا كعبوا ليها ضدك ويأويان ويففرحيان ويعباضيان وهذا يجب أن ندافن ويا كو الكلام غير العلمي المرتجل هذا كان سكه هذا الله برا 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 بنبطل صعتهم وإنا استهكتوا وإنا هذا الله بعلم أما أنا أمسنه بعلم بدون علم علم لي أمس النبي يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت روح إلهي آخر ما يسره هذا الصحة ده خير ده أم بس كأمس مركا أمس كله كفي عن يه هذا كان فإذا له نسكه اللي يصير مركا تانا هندافنه العاطفة هندافنه العاطفة غير العلم عاطفه وفي عنده مركي عقلك وصل لسنتها مركا ما حان ضافنا وكله هذا الكبدان حان ضافنا اي مرتجل كاء ان علم لهين انا صدق هذا ان ضافنا وما هي حان ضافنا اعمال غير رشديه ان قبلنا شقوين ان هنسنين شقانا لغا شقين ولا لغا فكرين ولا هبين يا ناس كدينو مركا انت هدان كغوليسنو اخواني في الله وحان تغينا مستقبل وناسن مركا ان شاء الله تعالى ضد فرابضان وحكا شاكيان سنة كثيرة إسلام كماها سنة كما سنة قال هذا لكن أنا سؤال ما سويدي ياهم أما إسلامكم ما سنة كيسي لكن محالغو شقيا أدعاد يا أبوري إلهي وأبوري صدن عشاء الله سوق هذا أدعاد لغي شقيسي تدبع فكرة أدعاد لغي شقيسي دولك إنتو دولك كدورة يا الله سوق هذا أدعاد إنتو دولك كدورة وعلى سلف فهمي وعلى سلف شقي لكن سؤال شو عويان محال بشكو قادتها محط بلادك قبضتها دولود محطتك فصحان ما التقويم الذي يحكم العالم اليوم تذكرين خيال كنا العذار معها وبارت إسكاه لو بيدعك فرد وفاسيل هذا شد لكن محا ما أنت لرشة محاولة ما
حال وش قيستها ديارة مرك راعي ما حكون رعدا بيش يكون رعدا مرك ديارة ما رت أكوريز ما حكون كرتها بيش يكون كرتها مرك بلن على قبسني ما حال وش قبسها بيش يلا وش قبسها مرك الرافي كل حياتنا ماذا يحكم سنة كبين حكومة ما تبلا بانية مرك أديقة يره ما رت خفيفي تقال كلا كوجت بيدعو يره وحال جربا وحويان واقع عن إما أتكون نشاي مرك وحال جربا واقع عن لفظ قال واقع عن لفظ قال هجرتنا نولة كنا كان كشاكه مارتي وكو صورنا وكو عيدنا حشكان كو تقنا وحواي مارتي عبادتنا كو صليسد حضارة الإسلام مكي صورنا قطرنا إيضا لغو شقين دونا لكن دون ذلك انت تقول ريسا حالما كنا والله يساو شقينيا وانما ستهين مركز دونيك جوكتان وحاني قال يا هاي سنضبضا إلهي هاني نوليو ومارتي عمرك هنو مديديو سيان داعب إيو عبادة أولنا وحي نقا حنوسا ومارتي والددين ويقوه الرياننا إلهي عافيو تبارك وتعالى قف كستي أو والدك يسكح حنوصنايو أنبا ويسقو بحنوصنايو وندعو عينينا إن شاء الله لأن جعل الله بحنوصن إنه إلهي شافيو وعافيو تبارك وتعالى وحنكلو ندعو عينينا قف كستي أو مارتين غمغن إنه السن بدا النووي مادو وحنكلو ندعو عينينا قف كستي أو مسلمة ودباتا هيساتو إنه إلهي دباتا ككور قادو قلوبتين إنه إلهي نوصفايو تبارك وتعالى إيا مسكح دينا إيمانكينا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.